التنمية البشرية هي شوية من دين على شوية نفس على شوية علاقات، والعلاج بالطاقة وأساليب الرينج تحسب روحك شغل كاكاشي. الشيء اللي نخاف منه أكثر أنه الناس يصير عندها نفور من كل شيء عنده علاقة بتطوير الذات. هو قناة عبو التنمية البشرية ولا تطوير الذات، ياك يعني تهدر في كلش، دين، الصحة، النفس، عمل، كلش. السلام عليكم. وشنو هو الفرق بين التنمية البشرية وتطوير الذات؟ هذا السؤال يطغى في كل مرة نزيدو نسمعو ولا نشوف واحدة من كوارث اللي تعملها التنمية البشرية. I'm a godness, I'm unlimited. الحاجة اللي تخوفني انه كتير من الناس الى الان في 2022 مازالهم يامنوا بهذا الشيء ويضيعوا دراهم وقت في حاجة فارغة، لكن غلافها جذاب. ولهذا عملنا واحد الفيديو تاع 5 خرافات في التنمية البشرية، رغم انه من اوائل الفيديوهات اللي عملناها لكنه مليح بزاف، انا يعجبني. لكن الشيء اللي نخاف منه اكثر انه الناس يصير عندها نفور من كل شيء عنده علاقة بتطوير الذات. ومش محتاج نفكرك بمدى أهمية التعلم الذاتي في عصرنا، بعيدا عن التعلم الأكاديمي اللي تقريبا وحده ما يعلمكش حتى أبسط أساسيات الحياة. وحتى في مجال العمل تاعك، أوكي شهادة مهمة واحد ما يكذب عليك، ولكن ما هو كاين مئات ولا آلاف ناس مثلك. ولهذا خلينا اليوم نفرزوها، هاي التنمية البشرية وهو تطوير الذات، والأهم كيفاه تطور نفسك، هذا راح نتكلموا عليه. ممكن نقسم جوانب حياتنا لستة ولا سبع جوانب: الجانب الديني، الصحة، النفس، العلاقات، العقل، والعمل والمال. التنمية البشرية هي ان بو دو تو، شوية من دين على شوية نفس على شوية علاقات. على ذيك الناس ما تقدرش تفرق، لأني لو جبت لك حاجة غالطة واضحة مباشرة مش راح تتقبلها، لكن خلط لك شوية من على شوية خرافات وشوية تحفيز راح تبتلعها. واليوم راح نركزوا كثير على جانب العمل ولا المال، لأنه هذا كل اللي تركز عليه التنمية البشرية حتى نحطوا خطة واضحة كيف تطور نفسك. اولا خلينا نتفق انه الانسان اللي حاب ينجح في حياته عموما ما لازم يعمل على جانب ويخلي جانب، لانه لو اختل واحد برك من الجوانب راح ياثر لك على كل شيء. لو راحت الصحه ولا كنت في علاقه هدامه ولا عندك ازمه نفسيه ولا مش راح تقدر حتى تقوم بالك من فراشك. مش نقول لك كون خبير فيهم، ولكن يكون عندك الحد الادنى من المعرفه اللي يخلي حياتك متوازنه. لكن هذا الحد الادنى قبل 5 سنوات مش راح يوكلك خبز اليوم، ولا بعد 5 سنين راح يبقى نفسه. دائما فيه جديد، فلازم دائما تطور نفسك باستمرار. نبداو بالجانب الديني ولا الروحاني. انت كمسلم ربي سبحانه خاطبك في القران، قال لك فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهذا الجانب المخول الوحيد في الكلام فيه هم العلماء، مش من هب ودب. ولما نقول لك طور نفسك في الجانب الديني، يعني على الاقل يكون عندك المينيموم، والاصطلاح الشرعي هو المعلوم من الدين بالضروره. لانه التنميه البشريه اليوم هي مستمده من عقائد بوذيه وهندوسيه، وفيها جانب كبير من الروحانيات الباطنيه اللي تسمى بحركه العصر الجديد. وبالتالي لو ما كانش عندك الحد الادنى من العلم في الجانب الشرعي راح تبتلعها، وممكن تتبناها وتعمل معاهم الطقوس الباطنيه واليوغا وكذا، واكتعبت في بوذا بلا ما فايل. لو ناخذ مثلا التسويق الشبكي ولا الهرمي، انا لاحظت انه مربوط كثير بالتنميه البشريه، معظم اللي داخلين فيها تلقى هذا هو عملهم. لو تسأل أهل العلم كما قلنا تلقى الأغلبية الساحقة محرمته. من جانب آخر، اليوم في عصر فيه متغيرات كثيرة، خاصة مع الانفتاح الكبير، وسائل التواصل وغيرها، وبالتالي كامل محتاجين نحصن أنفسنا بالعلم ضد الشبهات المنتشرة حول الإسلام، ونتعلموا ديننا وندعي ربي سبحانه يثبتنا فيه. أيضا جانب الشهوات اللي لا يقل خطورة. وبالتالي فكرة أنه المسلم اليوم يتعلم دينه شيء أبدا مش ثانوي. لو بالأمس كان الواحد محتاج يركب حصانه ولا حمار ويقعد شهر مسافر به يتعلم، اليوم من مكانك خير الأكاديمية اللي تحبه مجانا، وهك تتعلم من عند العلماء. المهم لازم تطور نفسك ويكون عندك المينيموم. الجانب الصحي المخول في الكلام فيه هم المختصين فيه، اطباء، صيادله، جراح اسنان. مش يجي واحد ما عنده حتى شهاده بكالوريا ويقول لك والله هذه الخلطه يتسمن وهذه تنحف، والحلول السحريه السريعه اللي عاده تعمل كوارث. التنميه البشريه الثاني تخلط في الجانب الصحي، يقول لك لو ظهرك وجعك فاكيد انت شخص انطوائي ولا كذا كذا، والعلاج بالطاقه وباساليب الرينج تحسب روحك شغل كاكاشي قد يخلط. فدائما لو حاب ترقى بمستوى الصحه تاعك اسال المختصين واسمع لهم، مره على مره تاخذ معلومه مليحه تفيدك. لانه العقلية في الجزائر، مش غير في الجزائر، بزاف بلايص انه لما نمرض نروح للطبيب. علاش مرضت؟ كيفاه؟ ما تعاودليش؟ ما يهمنيش. فكره الوقايه ما كانش تقريبا اني مثلا محتاج على الاقل نشرب قرعه ماء يوميا باه يقدر الجسم يقوم بالوظائف تاعو بشكل عادي، اني نغسل اسناني على الاقل مره واحده في اليوم. البارح برك وانا نقرا ارتباط بعض الاصابات العضليه عند اللاعبين بمشاكل في الاسنان، كيفاه؟ ما تسقسينيش، مش نيدونتيس. مثلا انت تدير بالهاتف ورقبتك دائما هك، المشاكل العضليه اللي تعملها كثيره، كيف تقدر دايما تحافظ على وضعية مليحة وانت تكونكتي، ولا لما تعود راح تهز اشياء به؟
الثقة ما يكونش كامل على منطقة الظهر، مهم جدا انك تطور نفسك في هذا الجانب، مش دورك انت تروح وتبحث، ولكن دور الكبير على المختصين في المجال الطبي يبسطوا المعلومات اللي يحتاجها عامة الناس كلهم في مجاله، وانت ما عليك غير تابونيهم وتدعمهم. الجانب الثالث هو الجانب النفسي. اول نقطة محتاجة انك تعرف نفسك، صح تكون فاهمها ومتصالح معها، ما عندك هذيك العقد النفسية تفرغها في شكل تنمر على الناس ولا تقليل منهم ولا بأذيتهم. انسان سوي نفسيا عارف نفسه بعيوبها بمميزاتها، عارف واش نقاط قوته، الاشياء اللي تخليه سعيد، الحوايج اللي تحزنه اللي تغضبه، وعارف يدير مشاعره مش هي اللي يتحكم فيها. لانه مثلا من اكثر الاسباب اللي تؤدي لادمان عادات سيئه هي مشاعر القلق، الحزن، الملل، فلما ما يعرفش يتعامل معها يحب يعدل مزاجه بعادات سيئه تعطيه شويه جرعه دوبامين وترجعه أسوأ من الاول، وزيد مدمن على هذيك الحاجه اللي ماشي مليحه. يعني مثلا الان كثير من الطلبه راهم في فتره امتحانات وخوتنا تاع الباك سمعتين ويعقبوا، مرعب اليس كذلك؟ لو واحد قاري كل شيء لكنه يتوتر وخايف، خلاص الحاجه اللي يعرفها يعود ما يعرفهاش، كان بطبيعته شخصيته قويه عنده ثقه بالنفس، ولكن او كامل عندنا عيوب في شخصيتنا ولازم نعمل عليها. وشوف مثلا برنامج مع نفسي للدكتور عبد الرحمن ذاكر راح يساعدك كثير تتعرف على نفسك، على شخصيتك، النقاط المليحه كيف تستثمرها، نقاط الضعف تحاول تحسن منها، وهكا دائما اكفي تطور مستمر حتى تكون نفس سويه. الجانب الرابع هو جانب العلاقات، وهنا محتاج تحدد ادوارك في الحياه. انت ابن فلازم تقرا شويه عن بر الوالدين، لو انت مقبل على الزواج تقرا شويه عن سيكولوجية الطرف الاخر، عن الحياه الزوجيه كيف تتعامل، لو عندك مثلا ابناء تتعلم اساليب التربيه كيف تتواصل معهم، خاصه المراهقين منهم، لو انت موظف في شركه كيف تتواصل مع زملائك بحيث ما يحدث سوء تفاهم كثير. لازم تتعلم مهارات تواصل مهمه جدا، كيف تقدر تكون مستمع جيد ما يقاطع كثير، لانه كاين اخطاء تاع تواصل يقتلوا العلاقات ومع اي تروح فرص. يعني مثلا عامل تاع كهرباء تجيبه للمنزل يصلح لك حاجه 30 دقيقه يقعد معها 3 سوايع، لانه يهدر كثير ويدخل في خصوصيات الناس، يقول لك يخدم شو، يقول لك هذا الدار بقداش شريتها وهذا شحال تسوى وهذا، نأكد لك لو يبقى غير انت هو في الدنيا ترضى تبات بشمعة. هو مش مدرك انه ثقيل على الناس وبلك واحد ما قل، ولكن المؤمن كيس فطن عنده ذكاء اجتماعي، وحتى لو ما عندوش يتعلم كيف يتواصل مع الناس. وفي كل واحدة من الأدوار اللي حكينا عليهم كاين مختصين تستفيد منهم في العلاقات الأسرية، في تكوين صداقات، في مهارات التواصل وغيرهم، روح وتعلم راح تفيدك كثير. الجانب الخامس هو جانب العقل والثقافة. غذاء العقل هي المعرفة، وهنا كل ما زاد اطلاعك على مجالات بزاف في السياسة، في الاقتصاد، في الرياضة، في التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، في التاريخ، كل ما زاد وعيك بما يجري حولك وتكون عقل راجح مثقف فاهم الدنيا كيف ماشية وما تدري متى تحتاجها. ولكن من الخطأ انه نحصر هذه المعرفة غير في قراءة الكتب، اوكي ربما هي اهم حاجة، ولكن التجارب العملية تصنع تاني عقل راجح. الانسان اللي عنده تجارب مثلا في التطوع واللي عمل مشاريع فاشلة ولا ناجحة ولا يشارك صحابه في مجالاتهم ويتعرف عليها ولا سافر للخارج راح يكتسب معرفة ومهارات مش راح يتعلمهم بلك في مكان آخر. من الأشياء المهم تطور نفسك فيها في الجانب العقلي هو تعلم اللغات، تعلم لغة جديدة، كأنك أضفت لعقلك عقل جديد وثقافة جديدة ومعها فرص جديدة. ومحتاج تهتم ببناء عقلك لأنه ما عندوش حصانة، كيما تغذيه راح تلقاه، لو خلاص توقفت عن التعلم وانك تقرا وتثقف روحك بعد مده راح تلقاه خامل، خلاص مش قادر يركز 10 دقائق على بعضهم، مستواك الفكري بعد ينقص خاصه لو غرقت في الروتين والتفاهه اللي تنحدر بالعقل. فلازم دائما تغذيه في بالمعرفه الصحيحه في كامل جوانب حياته حتى تخليه دائما يعمل بكفاءه عاليه. الان وصلنا للرسمي هو العمل والمال. التنميه البشريه راح تبدا تحكي لك عن النجاح بصفه عامه، كيف تصبح ناجح مشهور ولا غني، وتجيب لك امثله تاع ناس ولا هم بعد كانت عندهم صعوبات وكيف تجاوزوها ونجحوا، راح تقنعك انه انت البطل الخارق اللي مازال برك ما اكتشفتش قدراته الكامله. مش حاب نتكلم عليها كثير، ولكن تطوير الذات في هذا الباب يكون بخطوتين اساسيتين. اول حاجه تحديد الهدف، وهذه خدمه علماء الاداره، خدمه هذا الهدف هو اللي راح يحدد من اي جهه راح تطور نفسك على حساب وش يحتاج هذا العمل. صح، لكن الى الان ما عرفتش انا وش هدفي. هذه مشكله التنميه البشريه، لما زرعت فيك خرافه الشغف ومش راح اعمل الا لما اجد شغفي. وشوف هاد زوج حلقات من الموسم الاول حتى يغيروا راح تفهمني مليح. فتلقاه مسكين من دوره لدوره ويخرج محفز وحاب يكون الاول، بصح ما يدري فيها لان التنميه البشريه ما تعطيك ادوات حقيقيه في الواقع تاعك. الان بعد ما حددنا هدفنا نجيو لتطوير الذات، وراح نقول لك لماذا سوق العمل عموما راح تلقى دائما فجوه من بين الواقع اللي راك فيه وما بين متطلبات العمل. حبينا ولا كرهنا التعليم الاكاديمي مش راح يلبي هذه الفجوه، وبالتالي لازم انت تطور نفسك، التعلم الذاتي. وراح نعطيك مثال من الصيدله. زوج صحاب تخرجوا بدبلوم دكتور من الصيدله، الاول حط هدف انه حاب يعمل في مصنع من مصانع الادويه، الاخر عنده هدف انه يكون مندوب طبي ديليجي ميديكال.
لو الاثنين كتبوا في السي في تاعهم دكتور في الصيدله فقط، راح يقعدوا 10 20 سنه وواحد ما راح يريكروتيه، مش راح يخدمه. وهذه متفقين فيها انه لازم تطور نفسك، لكن هل نفس الطريقه للاثنين؟ لا، الاول راح ياخذ دورات تدريبيه في الامور القانونيه، في الكونترول كاليتي، لاسيونس كاليتي، البي بي اف، بون براتيك دو فابريكاسيون. اسمحوا لي نهضر فيهم بالفرنسي لاني ما لقيتش وقت باه نترجمها، انه يميتريزي شويه دي لوجيسيال، ولو قدر يعمل تربص تاع شهر راح يكون افضل بكثير. نجيو الان صاحب اللي حاب يولي ديليغي مندوب طبي، لو عمل كل هذه الفورماسيون وخسر دراهم ما راح تزيد له والو في السي في، لانه المهارات المطلوبه هي مهارات البيع والتسويق، مهارات التواصل مع الناس، الذكاء العاطفي، وهذه اللي قلت لك عليها قبيل، انه تطويرك لذاتك في الجوانب الاخرى راح تلقاها من بعد، شخصيتك هي اهم حاجه في سوق العمل. مهاره التحدث امام الناس اللي راح نعمل عليها فيديو، ثاني تحتاج لغه فرنسيه عاليه، وشوف الفائده من تحديد الهدف، لانه على حسابه راح تختار وين اللغه المطلوبه هنا الفرنسيه. لو كنت حاب تروح تخرج دراسه في المانيا راح تتعلم الالمانيه. اظن الان الصوره اتضحت، لو جاك واحد وقال لك عندي دوره بعنوان خطواتك الاولى نحو العظمه ولا النجاح، مستحيل تروح ولو باطل، لانها شيء عام واصلا ما فيها والو. الصعوبات اللي راح تلقاهم في المصنع مش هما اللي راح تلقاهم عند الطبيب في لافيزيت ميديكال ولا في الصيدله. وطريقة النجاح في نفس التخصص كما شفنا اي تختلف من عامل للاخر، انت حرفيا عارف وش المهارات اللي تحتاجها وراح تطور نفسك فيها. لو واحد مثلا حاب يدي الباك، الدورات التدريبية من قبيل مهارات التفوق الدراسي ولا الذاكرة راح تكون مفيدة كثير ليه، كيف يتعامل مع التوتر كذلك، كيف يختار الموضوع، انك تعرف انه النسيان في هذه المرحلة او شعور كاذب تبان لك برك بلي نسيت كل شيء في راس. المهم حدد هدفك وعلى اساسه راح تطور نفسك. واحد حاب يعمل مشروع، مهارة تأسيس المشاريع راح تفيده، كيف تعمل دراسة جدوى، كيف تجيب راس المال وتقسمه، مهارة المالية لغير الماليين اللي منتشرة كثير عبر الانترنت. اما لو جيت وقلت لك عندي دورة بعنوان الثراء الفاحش ولا كيف تصبح مليونير، خرطي في خرطي بدون تردد، اعطيتك شحال مثال باه يتضح الفرق في راسك. خلاص هذه التنمية البشرية ما ندورش بهذا، تطوير الذات راه يكون شعار حياتي. ممكن يجي في بالك سؤال، هو قناة عبو التنمية البشرية ولا تطوير الذات؟ ياك تتهضر في كلش، الدين، الصحة، النفس، عمل، كلش. والجواب ببساطة أني هنا أشاركك رحلتي في تطوير الذات، يعني مثلا تعلم حاجة في الجانب الديني من عند أكاديمية صناعة المحاور المختصين، فنشارك وش تعلمت في برنامج حتى يغيروا، بحكم أني أنا في مجال الصحة أحيانا نشارك فيها معلومات، مثلا فيديو كيف تتجاوز الألم، كنت عديت مرحلة صعبة وقريت كثير حول الموضوع من مختصين وعلماء نفس، لما تجاوزها حبيت نشاركها معاك. فهمتني الآن؟ أنا ماني عالم دين ولا عالم نفس ولا رجل أعمال، زي ما كاتب لك في وصف القناة، شاب مثلك أشاركك أي شيء أتعلمه من عند المختصين كل واحد في مجاله، نحطها برك في قالب تاع فيديو خفيف ظريف إن شاء الله يكون يعجبكم. فلو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتخلي لي رأيك في تعليقات حول القناة ولا حول موضوع تطوير الذات والتنمية البشرية، هل أنت معه ولا ضد، وهل عندك تجربة معها؟ وكالعادة دعوة الخير، سلام عليكم.